الشاعرين يعني رقم واحد كالبطن من بلاد الشاعرين يشمل فنانين لبنان وسوريا وفلسطين. ومن طبيعة طبعا ذكرى سبيل السكان العربي احتفاليات فنون العالم العربي التي قسمناها هذا السنه لتغطي العالم العربي. طبيعه الحوار لدينا هو حوار مسرور، حوار مباشر وجها لوجه مع الفنان نبيل نبعة. نستقبل خلال ملامح تجربته البيئه والمكان والزمان تطور التجربه كما يرى هو طبعا وسنفتح في النهاية الحوار للجمهور لأي سؤال يتعلق بأعماله وعملين موجودين من الأمثلة عندنا بالقاعة، ولكن عملين أو ثلاثة بالقاعة، ولكن لا بأس لو تعرف تفصيل جيوغرافي ذاتي عن الفنان لمن لم يسبق الحظ متابعة أخباره. هو مولود في دمشق، مش موضوع السنة في التاريخ 1938. درس التصوير الزيتي في القاهرة، وخلال أعوام 59 و 65 تابع دراسته في باريس، ولا تابع دراسته في القاهرة عام 69 72 في باريس. عمل معينا في كتب الفنون الجميلة ثم مدرسا فأستاذا، وحصل على عدة جوائز فنية بينال الإسكندرية 68 ومعرض الكرافين آرت 1967 وجائزة المدرسة العليا في باريس. أقام وشارك في العديد من المعارض الداخل وخارج سوريا، ربما نعقدها ننتهي هذا اليوم على الحد الكبير. تميز منذ البداية بمقدرته الواقعية على الصعيد التقني والأسلوبي، واهتم بالأساطير القديمة وبالحياة الشعبية، كما اهتم بقضايا الإنسان العربي المعاصر بأسلوب يجمع الواقعية والرمزية. أعماله موجودة في المتحف الوطني بدمشق ووزارة الثقافة والقصر الجمهوري، ولديه مجموعة خاصة وربما بعد هذه الطبعة قد تمت مستجدات أخرى. كنت حتى أنوي أن أتحدث بالمقدمة، ولكن سأتكلم عن الهاجس لانطلاقة الفنان منذ الطفولة، احتكاكاته بالسطوح، بالبيئة، بالفراغ، بالزمان، بالمكان، بالتراث، وكيف يعكس هذا عن التجديد أو التطور. فتفضل أهلا ومرحبا بالأستاذ نادي. شكرا لكم انكم جيتوا تسمعوا شيء حوار عن الفن او حديث غير الهجس اللي شاغلنا يوميا، الهجس المؤلم اللي يحصل لشعبنا واهلنا بعد ساعات وحصل التعب. ومع ذلك لازم نحكي برضو أمور الثقافة، أولا نحكي بالسياسة. أنا ابن دمشق، ولدت في قرية المزة التي كانت قرية عندما كنت طفلا، وتربيت في بستان جدتي وتعلمت أول دروس البصر والبصيرة في هذا الشارع. تعلمت ملمس الأشجار الخشن والناعم والمنحني والمستقيم، تعلمت في أشكال الأوراق، تعلمت في تعاقب الفصول، تعلمت في تغير الضوء في هذه الفصول. وكان حوش جدتي اللي هو بيتها أول مرسم لي بعد أن توفت وزهرت الشرعية. أذكر بعد ذلك المرحلة الابتدائية عكس يمكن هذا الشيء
المرحله الانتقاليه كان عندنا استاذ اشبه الجد من الاستاذ اسمه ثابت القباني، هو عم النزار، وكان من الرسامين المشهورين في العهد العثماني. في بيته تعرفت على على شكل اللوحات من خلال الصور المطبوعه او من خلال الاستنساخات اللي كان يبطلها ويضعها في الجرامي. وتعرفت في بيته ايضا على واحد من الرواد في الحركه التشكيليه السوريه، منهم رشاد السيفاتي، منهم صلاح الناشي، منهم نسيم شورى، وكان هؤلاء الفنانون معلمين لي واساتذه في المرحله الثانويه. هؤلاء كانوا من رواد الانطباعيه في سوريا، يعني المنشأ كان على يد اساتذه انطباعيين. هذا الجيل اللي هو جيل الخمسينات تقريبا كانت الانطباعية التي يتبناها هي مستقرة من الفن الغربي، كانت الانطباعية الفرنسية، لأنه أساتذتهم كانوا الفرنسيين، إما قدموا للتعليم في المدارس السورية في عهد الانقلاب الفرنسي، أو فنانين قدموا إلى الشرق ليرسموا مواضيعهم الغريبة بالنسبة لهم، و ليرسموا شمس الساطعة التي تختلف عن شمس الغرب. بعد هذه الفترة أذكر من هؤلاء من هذه الفترة أربع أعمدة من أعمدة الفن في الحركة التشكيلية السورية، هم ميشيل كرشي ونصير شورى وناظم الجعفري ومحمود حمار. يعني هؤلاء بنيت على تنظيم بدايات الحركة التشكيلية وتبلور عندهم في شخصياتهم ملامح خاصة لكل فنان منهم، لم يعد تقليد كما كان في الرواد الأوائل والذين كانوا قبلهم. أصبح الفنان منهم له شخصية خاصة ومميزات خاصة في لوحته، في تناوله للمواضيع في أسلوبه. وقد سمحوا لنا بالانتساب إلى الجمعيات التي كان يؤلفونها في ذلك الوقت، كرابطة الفنانين السوريين والجمعية السورية للفنون، بمعنى أنهم كانوا يبحثون عن المواهب التي خرجت في هذه الفترة. أنا أذكر أنه أول مرة عرضت فيها كانت سنة 1952. هذا التاريخ يرجع إلى المرحلة الإعدادية. أن يسمحوا لي أن أعرض بينهم في المعرض السنوي في مدحت دمشق سنة 1950، كانت هذه جائزة كبيرة، أعتقد أنها هي التي جعلتني أتمسك بهذا الطريق وأسير فيه. بعدها أتت القاهرة.
القاهرة كانت في بداية الستينات ونهاية الخمسينات هي العاصمة الثقافية للعرب جميعا، بل كانت عاصمة للمنطقة في البلد، وحتى كان هناك من الدول الإسلامية، كان في أذكر في كتاب القاهرة طلبة من إندونيسيا، طلبة أفارقة، فكان لها تأثير كبير جدا. في القاهرة تعرفنا على الفن بصورة علمية أكاديمية، وكان لنا الشرف أن نتعلم على أيدي أساتذة كبار مثل حسين ديكار، ونعرف أساتذة كبار مثل محمود سعيد وراغب دجال ومحمود مرسي إلى آخر هذه الأسماء. في هذه الفترة كان ابتدأ الموعود القومي بعد فترة الاستقلال الوطني اللي حصلت في الأربعينات والسبعينات، كان حسب فترة النهوض القومي اللي خلت كل الفنانين العرب يبحثوا عن لوحة تعتمد على جماليات الأمة أو تعتمد على جماليات محلية، فكان الاتجاه نحو التراث القديم. بدءاً من السومري والأجوري والفينيقي، وصولاً إلى الفن الإسلامي، أي البحث في الجماليات العربية الخاصة بنا، أن نرى العالم من خلال عيوننا وليس من خلال العيون التي تعلمنا أو المنهج الذي تعلمنا عليه من الأكاديميات الغربية. أنا تعلمت في القاهرة، أساتذتي تعلمنا في الأكاديميات الغربية، فالمنهج في القاهرة كان منهج غربي، المنهج المدير الأكاديمية، لكن يعني وهبنا أساتذة كان لهم أفق واسع، كان هم يرشدون إلى الجديد وإلى الخروج من المنهج الأكاديمي الغربي والبحث في الأشياء التراثية المعنوية والمكانية الفرعونية والآشورية. في هذه الفترة لغاية 64 اللي هي سنة التخرج، كانت فترة تعلم وبناء وبحث في بناء اللوحة. يعني كان باستمرار في ذهاب إلى الفنون القديمة من مدينة ماري مثلا، من الشجرة، من فن التدوري، استلهام بهذه الفنون كصياغة مع المحاولة ليكون الإنسان كما عصره، يعني مع محاولة أن تكون اللوحة لوحة معاصرة وليست لوحة تقليد للفنون القديمة فقط. أي أن الفنان في الستينات في الجيل اللي أنا أنتمي إليه، تخرجت في منتصف الستينات،
كان حمل هم كبير اللي هو صياغه لوحه محليه تحمل صفه معاصره، وهي كانت معادله صعبه جدا. طب الفنان العربي يبحث فيها حتى نحن قريبين ولا زال، لانه صعب التحقيق. عندما تذهب الى الماضي لا يمكن ان تكون قبل المستقبل الا اذا كان في هناك نظره عميقه. انما في القاهره كان في رأيي انا بالنسبه لي كان في بلوره كامله لمفهوم الفن، لانه اتيحت لنا ان نشوف من خلال المعارض اللي كانت موجوده في القاهره كبيانات اسكندريه مثلا، كنا نشوف كل فنون بحر المتوسط، يعني كل الفنون كقطه كنا نشوفها تقريبا كل سنتين مره، نشوف تجارب اهم الفنانين في دول البحر المتوسط. كان في معالم تاتي الى اوروبا. في القاهره نفسها شاهدنا في هذه الفتره وعايشنا ولاده المسرح القومي، ولاده المسرح الغنائي، ولادة المسرح الشعبي. شاهدنا وقرأنا لظهور كبار الكتاب الرواية والقصة القصيرة. شاهدنا وعاصرنا، أنا أتكلم برسالة الجمع بتكلم عن جيل، يعني مش بتكلم عن ولادة الشعر العامي، الصراع بين الكلمة الشعبية اللي هي الصراع العامي والكلمة العربية الفصحى. شاهدنا الأفلام الأولى في السينما المصرية الجادة اتجاه الواقع توفيق صالح. شاهدنا مسارح في مسرح الاوبرا، شاهدنا فرق عالميه في مسرح البرشلونة، واستمعنا الى موسيقيين كبار كخاشاكوريان وغيره. استمعنا الى موسيقيين مصريين يؤلفون الموسيقى الكلاسيكيه. كل هذه المقاطع المذهله كانت تنير لنا الطبيعه في الهم اللي حملناه كشباب. جاءت السرافتي لكسل كما سموها، اللي احبطت كل هذه الاحلام وهذه الطبيعات، وهزت اعماقنا من الجذور من الداخل. اعتقد انه اللي حصل هذا يعني كان له تأثير سلبي مباشر في وقته، ولكن بعدين كان له تأثير خلانا نرجع ننظر إلى نفسنا بشكل أعمق وأعمالنا بشكل أعمق، وعدم استسهال الأمور. في فترة 67 و 68 أنا شخصياً
اتجهت الى شخص كان شكل الامل بالنسبه للعلوم الاكاديميه، شخص فدائي اللي كرست كل شغلي وانتاج الانتاج ملصقات عن الفدائيين الفلسطينيين في هذه الفتره. لكن بعدين حسيت انه يعني يضل العمل الفدائي لحال الرفع عن كفه اكثر من اي عمل ثقافي رغم انه ممكن يكون مساعد. فرجعت للوحه وحاولت ان ارسم موضوع الفدائي في لوحات تشكيليه. بعدها يعني دخل الرمز والأسطورة ومحاولة إسقاط الموضوع نفسه على أساطير قديمة أو خلق أساطير من هذا الموضوع أو أسطورتي أنا على قواعد الأسطورة المحفوظة من الميثولوجيا القديمة. بعدها أتت فترة دراسة في المدارس. فترة الدراسة في المدارس في الواقع كانت ضرورية جدا. لأنه الحيرة والارتباك أنا سميته بعد الوقت. كان في ضرورة للابتعاد عن الوقت ومراجعة كل اللي حصل. في نفس الوقت في باريس واجهت الحضارة الغربية وجها لوجه. واجهتها عندي رأي خاص وعندي آراء خاصة وعندي معتقدات خاصة. وكان هذا في رأيي من الشيء الحسن من الحظ يعني حتى يكون في نوع من المحاولة وليس الاندهاش والاندماج. يعني أغلب اللي بيروحوا بالمرحلة بعد المرحلة الاستخدامية مباشرة بيصير عندهم نوع من الانبهار في الشيء اللي عم يشوفوه وبصيروا نسخ مشوه للفن المعماري. في باريس غير الاطلاع اللي حصل من خلال الاطلاع على المعارض والمتاحف وهي بلد غنيه جدا تعلمت ما كان فاتني من تعلم التقنيات سمعت لأنه كانت الأكاديمية مجهزة أكثر من أكاديميات مجهزة للسلوكات للإلهام خاصة للرسم فقط خاصة من التصوير والقعنان إلى آخره. بعد الرجوع من باريس شاهدت نوع من الاندفاع في البيت. نحو التجريب الكبار والشباب. وكان في رأيي الاندفاع أثاره أحد الأساتذة الإيطاليين اسمه دارجينا. أتى ليدرس في كلية دمشق.
منظور شخصية قوية جدا أثرت على أكثر الفنانين السعوديين كانوا أساتذة، وبالتالي أثرت على الشباب اللي حواليهم. فكان الذهاب إلى التجريد فيه نوع من السطحية، مش العمق، لأنه نحن فنوننا جزء كبير من فنوننا التجريد، من فنون التجريد. يعني لو شفنا الفن الإسلامي كله هو فن تجريد، إن كانت الرقص العربي إن كان من الأشكال الهندسية اللي عملنا منها خشية خارقة البنيان، واللي طلع منها من جديد فن الهوب آرت، طلع منها الجدران اللي كانت تصار من هذه الأشكال الهندسية ينساب الماء فوقها وترقص أمامها من المشاهدة إلى عمل معاصر هو ما هو موجود في لكن كان التجريد اللي طلع في ذلك الوقت كان تجريد يقلل الاتجاهات الغربيه تقليل اعمى بحت. طلع بعد ذلك شباب من الجيل من عمقوا هذا الاتجاه وبداوا بانتاج اعمال تجريديه لها علاقه بالوطن ولها علاقة وبدأ المعادلة اللي بدأها جيل الاستئناف تتضح عند جيل الاستئناف. أنا أعتقد إنه كل إنتاج اللي انتجته خلال هذه الرحلة كان يتأثر بهذه الأفكار بهذه البساطة اللي سردت فيها أمامكم التاريخ اللي اشتغلت فيها. وصلت في آخر شغلي إلى هذا اللي وجدت فيه بالاستغناء عن موضوع الوحشة التي يعيشها الآن، الوحشة النفسية والفكرية اللي أنا بعتقد إنه أغلبنا نعيشها في هذه الفترة، لأنه زمان كان الواحد يوقف مع حزبه، يوقف مع دولته، يوقف. حاليا أنا رأيي إنه نوقف كل واحد لوحده، وحتى اللي واقف جنبه ما نواسك إنه هو يوقف معي أو يوافقني أو معارضني. ما عم صور الدنيا لكن هذا واقعنا يعني. لو قدرنا نكون صريحين مع نفسنا جديين بالمنام بعتقد انه ممكن. أنا استخدمت السطح اللي
يعني عارف هو بالشكل هذا مكثف فيه موضوع للآخر أو للمتلقي يشوف فيه موضوع يعني. وبعتقد هذا فيه نوع من احترام الآخر أكثر من قواه لأنه بالأول في موضوع متفرق عليه. حاليا أنا عم بفكر بعض الإشارات هذا السطح موجود في كل الفنون التراثية اللي تعتمد على الظاهر المنافس لأنه هذه موجودة من أيام الفنون الأولى العشر من الصوماليين حتى الفنون الإسلامية. ذاكر والنافع يعني تعمل مع النور واللي له علاقه مع النور الخاص بهالمنطقه هي. تتابع اللي عم يحصل وحركه الاشكال اللي عم تتولد من هالتتابع هذا عم تعطي بعد اكثر من الموضوع. يعني عم يقل الكلام باللوحه لكن بعتقد انه عم يتسع افق اللوحه للكلام اكثر من لو كان فيه موضوع. في نفس الوقت عم حاول اطرح منظر غير المنظر تبع الخط بوستال اللي دائما اي واحد مننا لما بيروح بيشوف قدامه جبل طريق شجر تمام بينما بيتغافل او ما بيشوف سطح الصخر اللي موجود او سطح الطريق اللي موجود او سطح الجدار تبع البيت اللي عم بتجي عند الشمس اللي ممكن يكون فيه اكثر الهاما من اي منظر يقدم لنا اياه الكارت بوستال اللي قدمت لنا اياه الاجتماعيه وقدمت لنا اياه الفن والغني بشكل عام. التقنيه بحاول كمان ما اعتمد على التقنيات اللي تعلمناها من الغرب. يمكن اما اتعلم من المرجي بيليس الحيطان تبع او الفلاح اللي بيليس الحيطان تبع بيته كصنع اكثر ما اتعلم من الفنان اللي لابس كريشن في رشاقه عجيبه اللي كانت تجذبني لاعمال مثلا مصير شوارع لما كنت انا طالب في مدرسه التلوين برضه ما اعتمد على عجينة الزيت يعني عم حاول اشوف التلوين الموجود بس انا حاطه هون بالقطن والبتر يعني لونه الزمن والمطر والترابات يعني الباليت تبعتي ما فيهاش عم حاول هالاشياء هذه الهواجس اللي عم تدور نجحت أو فشلت هذا مو مشكلة يعني ممكن تحكم كل بساطة لكن أنا عم أحكيكم بكل صدق بس هذا حقيقة بحكي العجالة ضيفنا الذي تطرق الى برايي نقاط جميله جدا بما يتعلق بتعلم السطح وانعكاس النور عليه. وانا من الاشارات اللي يعني عجبتني نادر بالنسبه لي هي الفرق انا اركز على تسليط الضوء المنعكس مثلا في معاجين السلطان او المهارات كانت جميله هذه ومقارنتها بانعكاس السطور مثلا على طريق
الصورة التنقيطية فانحللوا في الغرب الطيف المغرب انحلل الشكل كله وما كانوش يحلل الصفحة. الجميل أيضا أنه هذا من الشرق يعني من عندنا. الآن نحن نفتح باب الحوار أمامهم من فنان نذير. حوار باشر تفضل سبحانه. شكرا أستاذ على الحوار الممتع. بس لو تعطينا نبذة من تجربتك دمشق في الستينات والتسعينات، كيف تطور الفن؟ كيف شفت منظور الفن الموجود تطور؟ الفن بشكل عام في دمشق، يعني انا اعتقد انه من الستينات والتسعينات اصبح الفن شيء اساسي في حياه الناس وفي الشباب بالذات، رغم احساسنا انه واحد يعني عم يشتغل لحاله وما حدا بده يعني، لكن ما اعتقد انه اي امه تتخلى عن روحها، انه نحن عم نشتغل لروح. أنا أعتقد أنه تعمق الفهم للفن لدرجة تبعث عن التفاعل، يعني أنا أذكر في الستينات أو في أواخر الخمسينات حتى كان أي رسام فنان يتجاوز الانطباعية بقليل، يعني يكون تمساته عريضة قليل، يقول لك هذا سريع لزم، يعني مثلا فاتي أيامها كان يوقف قدام روحاته ويقول له هذا سريع لزم، يعني رافضينه، يعني ما يا ريت فاهمين السريع لزم، بس هي كلمة لرفض العمل باعتبار ما في شيء مفهوم. عقلاني. ايه لكن حاليا يعني لحد التسعينات صار في ناس صار فاتح الله يرحمه يعني مو شخص عادي، شخص بيمر في الحركات الثقافية كل سنة بيمر شخص واحد صار تنسب له طبيعة، مثلا لما يمشوا الشباب ناحية الشمال يقولوا ليكوا هي المنظر هذا مثل لوحات فاتح، يعني الطبيعة تنسب للوحات فاتح وليس لوحات فاتح تنسب للطبيعة. العمق هذا اجى من الذكر والممارسة اللي صار بعدين من الناحية الاجتماعية بعتقد انه الفن دخل البيوت من ابواب على العريضة، يعني ما في بيت دمشق حاليا يعني الا في لوحة اصلية، ما عاد في مستنسخات من زمان يعني العمار والفنانين البنات يعني صار في لوحات الفنانين السوريين، بل في ناس صار عندهم مجموعات يعني، وهي بداية التزوج الحقيقي اللي هو المجموعات، يعني غير حكاية انه في ست اشترت لوحة فزميلتها او جارتها غارت منها انها تشتري، او انه فلان الفلاني عنده لوحة لفلان فبدهم يعني في اسم بيطلع بصير موضة الله يرحمه مثلا هيك يعني كان مو موضة يعني موسى اجى فترة موضة انه عندك لوحة لهي مش عارف ايش، بس لا يعني وصلنا لأعمق من الموضة صار في ناس عندهم مجموعات، صار في ناس بيجيبوا لوحات لفنان شباب يشتروا او يقتنوا لفنانين شباب لسه ما انشهروا اعتمادا على انه شايفين فيهم انه راح ينشهروا.
صار الفن جزء من حياتنا الثقافية كمان. دخوله بالكتب، بالجرائد، بالدواوين الشعر، بالشغل الفنانين مع الكتاب، شغل الفنانين بالمسرح، صار دخل بالحياة يعني بشكل كامل تقريبا الحياة الثقافية. يعني حتى عندكم أنا من خلال زيارة الأولى لدارة الفنون وهلأ عم حس النمو الجميل في المكان وفي المجموعة اللي موجودة في المكان، وهذا الشيء مفرح. يعني أول مرة جيت على صالة بلدنا كانت صالة صغيرة متواضعة كربوجة، هلا صار في صالة حلوة جميلة كثير. وبعدين أنا وماشي بالشارع اليوم قرأت عن كذا صالة صار في نشط بس صالات المراكز الثقافية صالات خاصة. مناسب سيدنا وضحك تقريبا تلامك الأستاذ الكريم طبعا وفي الكلام. أستاذ بداية الكلام حكيت إنه ما إلك نعمل كل واحد يحكي عن الفن والأوضاع وكذا، بذكرك كلمة بزماناتك حكيت إياها إنه الفنان مشان يحمي نفسه لازم يرسم لغرضين، مشان يحمي نفسه من الجنون ومن الفقر. الرسم بتهيألي مش رفاهية، يعني هذا شيء يعني، والحديث عن الفن ما عمره ما كان رفاهية يعني أو جزء من ما كان رفاهية. وهلا معناه كلمتي مو رفاهية بقدر ما احنا نتكلم يعني بالضبط إنه المفروض نجتمع نروح نحمل الحجارة ونضرب معها ونضرب بس ما هو ما يعني نصيركم يعني ما يجي عن المفاهمة. عم أقول لك المفروض فينا لا انه يعني الفنان بيقدر يعني طبعا هو بيقدرش يعمل اكثر من انه يرسم، يعني الشيء الوحيد اللي بيقدر يعمله. بس يعني الوحشه اللي عم تحكي عنها تقريبا كلنا عايشين، في ناس متوقفين عن الرسم في ناس بالضبط يعني انا ذكرني بشكل يعني لما تحدث عن خص الستينات حق الستينات لما تحكي عن شعرها ذكرنا بهذا الجو اللي كان في مجيد وهمس الحكيم النبط اللي انقطع بال 67 كان انت يعني كفنان من رواد المعاصر الواقع اللي احنا فيه لا يمكن نمشي لو عربي لو عربي معاصر الواقع الحالي ايش في امل يعني فهؤلاء يعني الواقع المفروض كل القضايا الثقافية ما هي قضايا سابقة. حاليا نحن أمامنا مشكلة صارت أعمى، الفن العالمي كله عم يمر بمرحلة مفصلية. لوحة الجدار اللي هي اللي عم نشوفها انتهت أنا رأيي، أنا شخصيا بعتقد انتهت يعني في شكل فني للعمل الفني يعني قادم لا محالة مختلف على هذا الشكل، وكان بادئ من الثلاثينات يعني الثلاثينات في حركات ما بعد الاحداث نحن شو رح نساعد بالحركه العالميه؟ هل رح انا لسه متحمس للمعنيات اللي انشاتها لسه متحمس لها لناقش الجدال، بس في ولد صغير حاليا يقعد قدام الكمبيوتر ابطاله مختلفين عن ابطالي، انا ابطالي صلاح الدين الايوبي وخالدني وليد ومش عارف مين، هو الابطال تبعه ناس ثانيه وانا مش عارف مين، واشكالهم انا بشوفها طبيعي جدا بشعه جدا، لكن هو مبسوط فيهم جدا وخياله عما ينمو ويتشكل من خلال هذه الشاشه معا من خلال حكايه جدال
وبعد ذلك لما صار يعرف يقرأ من خلال السير الشعبية والملاحم العربية الأولى سيف بن زيادة وأنتر عن شداد والبطولات والفروس الزيارة المهدينة بعدين في أساطير قديمة تبع الميثولوجيا المنيعة الخيال الجميل المرمز المليان أفكار هدول صار لما تتخيلوا توقع الصورة جوا الخيال مختلف عن توقع الصورة في الخيال يعني الأشكال اللي يعني نشوفها الاندماج السطح بالحجم بالصوت بالنور بالفراغ هي جزء من العملية مثلا عملية التطور بس أنا بعتقد إنه هي التباشير والإشارات والتغيير بس هذه سبب الوحشة أستاذ هي سبب الوحشة إيه أنا حكيت عن الوحشة الثانية هو كله مع بعض الوحشة الثانية كله متفق مع بعض الوحشة اللي هو كمل يعني احنا وصلنا كذا نقطة حلوة نفس وصلنا لعند إنه في متغيرات حالية بسيطة تبشر تعامل الشباب عن رأيك عم تبشر بشكل جديد للعمل الفني سوف يأتي بالتأكيد يعني شايفه مثل ما أنا شايفكم بس مش أنا نحكم هو مش بلاغ مش واضح وإلا كنت أترككم شكرا محمد أبو عزيز تفضل مستوى شخصيا طبعا ما علاقني بالفن السوري تحديدا إنه النص عادة يكون خطاب أو إنه كانت تقرأ شعر أو نص كتابي أو أدبي أكثر من أن يكون جنابي أنا شخصيا إيه هو نمل بالفن السوري كان له علاقة بالموضوع أكثر من يكون علاقة الشيء مثلا هو الشعر الشعر هو هيك بالضبط بس باعتقادي انه الفن السورياني هبط تماما انه عم يهتمون بالامور الفن السورياني يعني هذا الفن السورياني لما طلع اعتمد على انه يساعد الخيال اكثر من حكايه الموضوع يعني بيعمل لك اشياء غريبه اشياء غير في مكانها كل وعي نفسي يضرب الركود الموجود في الخيال البرجوازي اللي استحلى الاشياء الجاهزه يعني بحط لك مثلا اشياء موجوده بوقت النوم على ساحل البحر فبيعطيك نوع من الدهشه انه طيب ليش هيك عمل هذا؟ يعني سلفادور دالي مثلا بجيب لك كوميدينا تبع بوقت النوم على شط البحر فبيعطيك نوع من الصدمه اللي بتحرك ذهنك غير الحركات اللي هو كان يعملها كمان انه يجيبهم على المعرض طلعهم كومز بارد أو جيل لوحة لبيرنين يحرمهم يعني من شان حاجة من شان يضرب الثوابت يعني أكثر من حكاية الموضوع طب اهتمام بالسوريين اهتمام السوريين بالموضوع لأن السوريين يعني ما كلياتنا السوريين لكن كلمة تجذب الناس
فمش بس السوريين، اغلب العرب عندهم الكلمه دي هي التسوق الاول. ومن زمان مش من هلا. واول شيء احتفاليات ثقافيه كانت في المعلقات مع الشعراء جدار الكعبه. فوجود الموضوع والشعر والفن السوري ممكن تشوفه بالفن الاردني، ممكن تشوفه بالفن العراقي، ممكن تشوفه بالفن المصري، ممكن تشوفه بشكل او باخر. ممكن يكون مكثف اكثر في عند السوريين، اكثر كثافه ونسبه، لكن موجود بكل. هو المضيف يعني محمد، انه الاندلاع الثقافي لهذا الشعر السوري هو خصب اصلا بالرموز والمفردات، خصب جدا يعني الا تفرز في المحتوى. طيب معلش واحد فوائد مثلا تجديد مثلا في سوريا، يعني ما شايف الا معدلين مصاري الجزء الثالث تجاوز على البيت واحد. انت ما شفته يا محمد، انت شفت درب تاع سوريا؟ انا رحت سوريا. مش صح ممكن احكي له كسؤال ثاني يا محمد. محمد 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 محمد. واعتقد يعني غالبا بيقولوا انه جيل الستينات ما حدا خطاب لا بمصر ولا بالاردن ولا بالخير. متفائل جدا انه جيل الثمانينات عمل نقله كثير صعبه، يعني الشيء اللي حكيت عليه هي التجريد اللي بتحس انه هذا ما هو تقليد للعالم. بدك اذكر لك اسماء من اسماء مش شرط يكون في نفس المرحلة من 60 أو 90، أنا ما عندي مشكلة. بس أنا مثلا زياد دلول مش كأنه غير بالأردن، بس إنه أصبح مثلا متجاوز كثير مع يعني ناحية الفضاء يعني محلق. في غير زياد، في أحمد معلم، في أحمد معلم متقدم حضاريا جدا، يعني وصل أحمد لأنه يعمل الأشكال في الفراغ. بل أشكال لوحة المكان هذا كله عبارة عن عمل فني. بس أستاذي أنا ما استوقفني أحمد طبعا. المشكلة يعني خلينا أنا ما ضد إنه ما يستوقف، بس ضد إنك تعتبر إنه هذا حكم عام. يعني إنه إذا ما استوقف ما راح يستوقف. شكرا محمد، يعني نسبي وكل واحد له حكمه حسب تجربته. نعطيها فرصه للسؤال او سؤالين. عمر حمد، تظن انه الشعب السوري اللي عم بيغتني اعمال ويشتري مواقف ولا يكاد بيت انه يخلو من لوحه، طيب دخل الفرد السوري او المواطن السوري هل يسمح له انه يشتري لوحات؟ وهي من ناحيه ايجابيه. يعني انا قلت لك انت ما بتزرع الان دماغ اللوحات مو هذا السؤال. نعم انت ما بتزرع دماغ اللوحات باستمرار. وهل اسعار اللوحات هي غاليه مقارنه بالدول الاوروبيه؟ مستوى العيش اقتناء اللوحات باستمرار ما وصلش للاسف. في محاولات جعل اللوحة شيء شائع، يعني مثلا أنا كنت من المساهمين في عام في استنساخ عدد من لوحاتي كبوسطة فني بعدد محدود 300 نسخة. مرضي أنا مرضي عنه فني، وهذا عمل كله ينباع سعر شعر جدا، ممكن يشتريه طالب جامعي يعني خفيفته وحبيبته
لكن انه نزل سعر اللوحه يعني لوحه هي تقليد برجوات بالاساس وبالاساس اللي اقتنع لوحه جيرني بتاعت بيكاسو اللي هي اللوحه تعتبر لوحه يساريه هو ملياردير امريكي فورد مش فورد اشتراها نخبه يعني راس مالي اللي اشتراها ف يعني باستمرار اللي يشتري اللوحه هو اللي عنده فلوس ونحن نتمنى انه يكون اللي عنده فلوس انسان مثقف وانه يغتنم ويحفظ اللوحات دي بدل ما تندثر ما يكون بس يعني يطلع لاوروبا يبذر ويشد الاموال يعني هل هذا تراث قومي عم يشتريه هو صحيح هلا موجود باسمه لكن بالاخير تراث قومي انا بدي اطلب من الاستاذ نزيل يكون عن تجربته مع الرئيسيه يعني ما عجبت سيرته بالمره يعني اخر شيء عملته بالنسبه ل في ناس ما بيجوا على ناس شاغلين ما بفضلين يعني بده يروح يامن رغيف الخبز بده يامن حق خبز كيلو خبز وشوية فنافل وشوية فول فهي ما نفضي لا للصالة اللي مارت فيها ولا جاي ولا بيقدر يشوف الإنسان اللي بيجوا على حفلات فاتفقنا مع الشركات اللي بتعمل إعلانات بالطريق تدفع أجرة الإعلان 15 يوم وتطبع لوحة على نفقتها بدل ما تطبع إعلان عن معكرونة مثلاً أو عن ألبسة أو عن شيء تطبع لوحة على الأفلام الفنانية هي تجربة بدأت السنة الماضية كان مشترك فيها كل الفنانين السوريين السنة يعني كان المعرض كاملا حوالي 250 شو بيسموها شخص او لا في المستعد ذا 100 لوحه يعني في منهم مكررين بس 100 لوحه مكررين ل 250 معروضين في شوارع دمشق مواقف الباصات عدائهم رسمي بشكل انه الانسان اللي رايح على شغله يوقف ما يشوف معكرونة ما يشوف هالبسة تبرع منهم مجاني نعم تبرع منهم من اصحاب سمحنا لهم فقط يحطوا اللوجو تبعك فقط يعني لمسافة 5 سنتي او 10 سنتي انما كل شو اسمه للوحة واسم الفنان بشكل واضح وكبير فكانت تجربة يعني جميلة من ناحية انه صرت صار لك جمهور تاني غير جمهور ولو تكرر يعني هو هذا العمل عم يصير من السنة للسنة لكن لو تكرر فصليا مثلا انا رايي بياثر بالذوق العام بياثر بالذوق العام ف يعني من هون بنقدر نخترق حكايه اللوحه ووجودها بمكان معين فقط يعني وصولها في عده طرق للوصول سبق استاذ اقترحنا على امانه العاصمه انه بدل ما يعملوا لنا هالكوكا كولا هالعرض وهالهادي انه تنحط لوحه وبعدين ينحط تحتيها كوكا كولا صغير يعني زي ما بتحكي انت او هيك طبعا هو لما يكون في حدا عم يتجاوب معه زمان اقترحنا انه اعطونا جدار اي جدار من اي بنايه في المناشر كنا مجموعه فنانين مستعدين نعمله ببلاش يعني هلا بياخذوا مهاولات عليها
مستعدين نعمل بلاش بس اعطونا معاشنا اللي نعيش فيه. صدقيني ما حد استجاب من هذا الستينات، يعني كان في روح يعني لسه 30 سنه قدامنا تستجيب امام العصر. بس اسمحوا لنا يعني اسمحوا لنا نعمل الموضوع اللي بدنا اياه. يعني ما تدخلوا الموضوع مستعدين نشتغلوا بلاش. يعني كان نوع من الرومانسيه تبع الفنانين المكسيكيين. مسترشد الفنانين المكسيكيين. احنا كنا في سؤال طلب اخير ولا اشكر الفنان اذا ايها الحضور باسم ذات الفنون نشكركم بمشاركتنا الامسيه ونشكر الاستاذ نبيل نبعه على هذه الامسيه. اهلا وسهلا بكم في اللقاء القادم.